اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خالد، انت كنت بتسال سؤال مهم جدا، اتفضل. ايه سبب اصرار اتحاد الكوره على اقامه الرابطه او تاسيس الرابطه في التوقيت ده، وهي رابطه خلاص هتكمل والاتحاد ماشي؟ جاوب انا. اتفضل. اولا لو جت بعد الانتخابات فهيبقى عدى من الدوري 10 اسابيع. جميل. فهيبقى خلاص بدأ الدوري بشكل هم مش هينفعوا يغيروا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الموسم ده بالنسبه للجنه الانديه هو موسم انتقالي. ليه؟ لان جزء كبير قوي من اللجنه بيبقى على البث الفضائي. البث الفضائي اوريدي السنه دي متباع لشركه برزنتيشن، فكده كده الموسم مكمل زي ما هو. البث الفردي اللي هو بيع الانديه فردي، الموسم اللي جاي هم هيبداوا في خلال السنه دي يحطوا قواعد اولا يعملوا لجنه مسابقات. انا سؤالي هنا، معلش يا خالد، معلش يا عويس، هل هنا هل هو مضمون ان هو يقعد السنه الجايه نفس اللجنه؟ ما هو هيحط اسس حتى لو جت لجنه غيرها. انت بتحط قواعد. لسه هرد على كلامه اللي هو قاله. انت بكمل. انت بتحط قواعد للي جاي. أوكي. فهي اللجنه او الجي غيرها، انت المفروض ان هو يكمل على نفس هيكمل على نفس. انت بتحط قواعد والانديه بتوافق عليها. ما الانديه مفوضه، ما هو 18 نادي اللي في الدوري مفوضين الخمسه، والاتحاد الكوره مفوض الاثنين عشان اللي وصفيه عشان يكملوا الموضوع. فهم هيبداوا يشتغلوا على ملف التحكيم، لانه يبقى عندك لجنه حكام محترفه. مين اللي هيشتغل على التحكيم؟ اللجنه السنه اللي جايه تبع ما احنا عايزين الكوره. لا السنه دي طبعا اتحاد الكوره. التصريح لاحد اعضاء اللجنه بيقول انا مش عارف السوبر تبعنا، السوبر اللي احنا فيه ده، طلع التصريح النهارده مش قال لك مش عارف السوبر تبعنا ولا لا. الدوري بس. لا الدوري بس. الدوري بس. ما هو لا السوبر. السوبر ولا كاس مصر ولا اي حاجه. هي بطولات. ما هو عشان كده دلوقتي كمان انت، ما هي الفكره ايه؟ حقوق الرعايه. حقوق الرعايه ملك مين؟ حقوق رعايه بطوله الدوري العام ومسماه، مسمى بطوله الدوري ملك اتحاد الكوره، او هيبقى ملك بعد كده للرابطه. البث الفضائي وكل ما يخص الدوري المصري هو ملك رابطه الانديه المحترفه، عشان تبدا توزع، عشان تبدا تدي للانديه اللي طالعه من الدرجه الثانيه. حلو. عشان تعمل كده. البث ده متباع اصلا السنه اللي جايه. ما احنا بقول لك ان هي فتره انتقاليه، هو موسم انتقالي. ليه؟ لان ما ينفعش تيجي السنه اللي جايه. انت عندك دوري بيخلص يوم الخميس، بتبدا الدوري الجديد يوم السبت. طب طالما هو هيبدا يوم الجمعه ازاي؟ طالما هو يعني انت ماشي. يوم الجمعه ده فهو هيبدا السنه دي كلها، يبدا يشتغل على مفاوضات البث الموسم اللي جاي، على تقسيم البث، عوائد البث. اذا ما كانش في داعي للاستعجال على لا مش ده الاستعجال. ليه؟ ما هو موسم انتقالي يا جماعه، والانتقال ده بيتم فيه كل حاجه. لازم قبل الدوري. لازم قبل الدوري عشان في حاجه تانيه. عشان افهم. نسمع بعض بس عشان بس ده معناه كلامك ان في تخطيط. هو من امتى اصلا كان بيبقى في تخطيط؟ لا ما هو بص، قد يعني يكون بقى. لا لا قد يكون بدا. هو من امتى انا بقول لك؟ حلو. هنتفائل. ماشي هنتفائل. عشان انا يعني قريب شويه من الملف ده. انا بقول لك انه في تخطيط. اعتقد انه في تخطيط، واعتقد انه في رؤيه كبيره اللي جاي، واعتقد انه في ملف مهم جدا جدا جدا. واثق في الكلام ده؟ ملف. خلينا نشوف. على فكره ملف. على فكره هو شيء جيد جدا ان هو يبقى فيه تخطيط. طبعا انا نفسي. في ملف مهم جدا بقى يا جماعه. لا في ملف مهم جدا. الاهم من ده كله يكون فيه شفافيه. هل اللجنه دي عاوز، بما انك قريب يعني من الموضوع ده، هل اللجنه ممكن تضع متحدث رسمي ليها يتكلم عنها؟ هيعملوا ده. بس هو في حاجه مهمه كمان محدش واخد باله منها، واللي هي ازمتنا بقى الكامله اللي احنا طول الوقت عايشين فيها، أزمة النقل التلفزيوني. وده لأنه بما أن البث الفضائي هيبقى مع لجنة الأندية، فملف البث التلفزيوني هيبقى مع لجنة الأندية، لأن هيبدأوا يفكروا إزاي تنقل مباراة. أسف. هتبدأوا تنقلوا مباراة الدوري بصورة أفضل، عشان الفار، بما أن لجنة المسابقات هتروح إحنا عندنا اتحاد الكورة كل خمس دقايق كان بيشتكي الفار، ومش هنلعب ماتشات كاس مصر من بفار عشان مش متفقين. هو الماتش ب 3000 دولار والماتش ب 500 دولار. كل ده في الموسم الانتقالي. انت هتبدا تحط اسس وقواعد للموسم اللي جاي، مش اللي جاي ده، اللي بعده. انما ما ينفعش تحط وانت مش جوه المطبخ. ما ينفعش تطبخ طبخه بس قد تكون فكره يا خالد، وانت مش في ايدك المقادير. بصوا